أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. انطلاق أعمال مؤتمر سوتشي في ظل غياب المعارضة الرئيسية السورية. التحالف العربي يجدد الدعوة لوقف الاشتباكات في عدن مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار هناك. أسعار الذهب تتراجع مع عودة الدولار للصعود. علماء يطورون يدا روبوتية تساعد المرضى على تحريك أطرافهم. عالم فلك يعثر على قمر صناعي مفقود منذ عام 2005. وزارة الصحة في الإمارات الأولى عالمياً باستخدام تطبيق ذكي يعالج اكتئاب التصلب اللويحي. تطبيق واتساب يطرح تحديثاً جديداً يحتوي على عدة مزايا جديدة ستساعد كثيراً من المستخدمين.